الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 64. قال: باب التكبير على الجنازة أربعة. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. هنا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يبين أن عدد التكبيرات في صلاة الجنازة أنها أربع تكبيرات، وأورد الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى بهم الجنازة مرة فسلم بعد ثلاث تكبيرات، فقالوا له، نبهوه على هذا، فاستقبل القبلة رضي الله عنه وكبر التكبيرة الرابعة ثم سلم بعدها رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشارح رحمه الله، أشار المؤلف أشار الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة لعنوان الباب إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، قال: ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، يعني ليس هناك ترجمة أخرى، يعني عنوان آخر لباب آخر في كتاب الجنائز عن عدد التكبيرات أنه يزيد عن أربع تكبيرات، ولا ذكر يعني ما يخالفها. لكن من جهة الخلاف بين السلف فقد وقع اختلاف في عدد التكبيرات. قال: وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، إمام مسلم في صحيحه روى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه يكبر خمسا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر أن التكبير في صلاة الجنازة خمس تكبيرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا في صلاة جنازة. قال: وروى ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى صلاة جنازة وكبر فيها خمسة تكبيرات. قال: وروى ابن المنذر وغيره عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى جنازة على بدريا، على صحابي بدري ممن شهد بدرا، كان يكبر عليه ستة تكبيرات، وعلى الصحابة خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. هذه سنة علي رضي الله عنه، كان إذا صلى جنازة على بدري كبر ستة تكبيرات، إذا صلى على الصحابة كبر خمسة تكبيرات، إذا صلى على سائر الناس كبر أربعة تكبيرات رضي الله عنه وأرضاه. قال: وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر ثلاثة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة وكبر ثلاثة تكبيرات. وبالنسبة لأنس رضي الله عنه قد سيتكلم عن إيه؟ عن الرواية الواردة عن أنس رضي الله عنه. قال ابن المنذر رحمه الله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخرى، فذكر الأقوال السابقة أن من الصحابة رضي الله عنهم من كبر خمسا، من كبر ستا، ومنهم من كبر ثلاثا على الجنازة. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من فقهاء التابعين رحمه الله إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. إمام بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع،
وكأنه يعني تتبع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فوجد أنهم ما نقصوا في صلاة الجنازة عن 3 تكبيرات ولا زادوا عن 7 تكبيرات، فجعل إيه ذلك يعني حتى يعني أنه لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 7. قال: وقال أحمد مثله. الإمام أحمد رحمه الله قال مثل ما قال بكر المزني، لكن قال لا ينقص من 4، يعني الإمام أحمد قال لا ينقص عن 4 ولا يزيد عن 7، يعني كأنه اعتبر أن التكبيرة أن من كبر 3 يحتمل أنه سهى، يعني يحتمل أن التكبيرة ناقصة، يحتمل أنها سهو، لأن أنس رضي الله عنه لما كبر 3 ونبهوه فقضى هذه التكبيرة، فلذلك يعني جواز الاقتصار على 3 كأنه إيه مشكوك فيه، فقال الإمام أحمد لا يقل عن 4 تكبيرات ولا يزيد عن 7 تكبيرات. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر الإمام. ابن مسعود قال صليت جنازة خلف إمام، طول ما بيكبر كبر خلفه أي عدد اختاره الإمام، المأموم يعني يتبع إمامه، فالعدد قلوا العدد الذي اختاره الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. الإمام هذا كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله، يقول الذي نختاره ما ثبت عن عمر رضي الله عنه، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير 4 و5 فجمع عمر الناس على 4. كان قبل عمر رضي الله عنه كان الناس يعني الصحابة يصلوا جنازة، منهم من يكبروا 4 منهم من يكبروا 5، فعمر رضي الله عنه جمع الناس على 4 يعني يصلي سن لهم الاقتصار على 4. قال: وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل، وأبو وائل من فقهاء التابعين أيضا رحمه الله من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و6 و5 و4 فجمع عمر الناس على 4 كأطول الصلاة. فإذا كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون على الجنازة 7 و6 و5 و4، ورأى عمر رضي الله عنه الاقتصار على 4، كان عمر رضي الله عنه رأى أن هذا من باب اختلاف التنوع، يعني مرات في صفة الصلاة يكون هناك اختلاف تنوع، يعني عدة صفات كلها صحيحة، مرات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكيفيات متعددة في بعض جزئيات الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيات متعددة، زي مثلا صيغ التشهد، صيغ الصلاة الإبراهيمية مثلا، أنواع أدعية الاستفتاح، فكان هناك يعني عدة صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام التحيات في الصلاة الإبراهيمية، وعدة صيغ في أدعية الاستفتاح بعد الرفع من الركوع مثلا، مرات يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، مرات يقول ربنا ولك الحمد، مرات اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هكذا يعني في صلاة الخوف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعدة كيفيات متنوعة، وهكذا يعني الوتر مثلا مرات يصلي 3 بتسليم واحد أو 5 بتسليم واحد أو 7 بتسليم واحد وهكذا، فكأنه إيه كان اختلاف تنوع، وعمر رضي الله عنه رأى الاقتصار على 4، والسبب لاختيار اختيار 4 قال كأطول الصلاة، يعني بالنسبة للصلوات أطول الصلوات المفروضة من ناحية عدد الركعات 4 ركعات، يعني الفجر 2 ركعات والمغرب 3 ركعات، وأطول الصلاة مفروضة تكون 4 ركعات، فرأى أن صلاة الجنازة تكون 4 تكبيرات يعني، واختار هذا رضي الله عنه. في المسائل اللي هي فيها اختلاف تنوع مثلا أحد الأئمة والفقهاء اختار وجها من هذه الوجوه ولازمه وداوم عليه، لا حرج يعني لأن الأمة خيرت يعني في الغرض، يعني أنه لا ينكر يعني على من زاد على 4، يعني أنه له سلف في هذا، إلا أنه الأحسن
في هذه الأمور إذا كان الشيء يستغرب عند الناس ويسبب يعني ارتباكا لهم لعدم معرفته بجواز الزيادة على الأربعة أو كذا، إنه لا يفعل ذلك إلا إذا يعني علمهم ونبههم أنه سيفعل هذا، وكان يعني ممن يثق الناس فيه مثلا ويثقون في التعلم منه أو كذا، وإلا يعني يمشي على ما عليه العرف يعني حتى لا يربط الناس. بالنسبة للأثر المروي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم رضي الله عنه وأرضاه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إنه رواه عبد الرزاق بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا. هذه الرواية توضح أنه انصرف بعد ثلاثة ناسيا، فقالوا يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، قالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا، فقال صفوا فصفوا فكبر الرابعة فكبر الرابعة. طيب هذه إيه رواية عن أنس رضي الله عنه. قال وروي عن أنس رضي الله عنه الاقتصار على ثلاثة، وهذا رواه ابن أبي شيبة وساق الإسناد عن عمران بن حدير قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه فكبر على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليه وروى ابن المنذر بإسناده قال قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا فقال وهل التكبير إلا ثلاثا انتهى. يقول قال مغلطاي إحدى الروايتين وهم. مغلطاي هذا حافظ من حفاظ الحديث يعني أحد أئمة المحدثين، يقول إحدى الروايتين وهم، يعني رواية إنه صلى على الجنازة ثلاثا وأن هذا كبر ثلاث تكبيرات، يعني وأن هذا كان سهوا رضي الله عنه وأنهم لما نبهوه فقال لهم صفوا وكبر الرابعة. والرواية الأخرى إنه كبر ثلاثا وليس فيها أنه كان ناسيا ولا أنه قضى التكبيرة التي تركها كذا. فهنا الإمام مغلطاي يعني من حفاظ الحديث يقول إحدى الروايتين وهم، يعني إما هذه وإما هذه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله له رأي يعني في هذا، يقول قلت بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس، إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها. فقال يعني الأصل أننا لا نقول إن إحدى الروايتين وهم إلا إذا كان بينهما تعارض بحيث لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما. الحافظ ابن حجر يرى أن هناك إمكانية للتوفيق بين الروايات بدون أن نرد منها شيئا، يعني فيقول يمكن أن نقول إنه كان يرى أن الثلاث تجزئ ولكن الأربع أكمل وأفضل. فمرات كان يصلي يعني يقتصر على ثلاث على أساس أنها مجزئة، وإنه لما الناس قالوا يعني كبرت ثلاثا أو كذا فقال لهم صفوا فكبر الرابعة على أساس أنها أكمل وأحسن، يعني ليس من باب يعني أنها فرض أو أن الصلاة بدون الرابعة لا تصح أو كذا. طيب هذا وجه يعني في الجمع والتوفيق أو كذا، يعني بجعل الأمر حدث مرتين، يعني مرة صلى ثلاثا عاملا أو قال هل التكبير إلا ثلاثا، وإنه مرة أخرى يعني قضى التكبير. وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة. هنا تفسير آخر يقول يمكن أن يقال أن الذين قالوا إن أنس رضي الله عنه صلى فكبر على الجنازة ثلاثا يقصدون كبر ثلاثا بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام، يعني ثلاثة بالإضافة ثلاث تكبيرات زوائد يعني على تكبيرة الإحرام.
فلا يكون هناك تعارض بين إيه؟ من قال إن أنس كان يكبر أربعا وإن لما تفوت واحدة يقضيها وكذا، وبين من قال إنه كان يكبر ثلاثة، فيكون اللي قال يكبر ثلاثة يعني يقصدون ثلاث تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام. وزي ما مر بنا من قبل يعني كنا ذكرنا إيه في موضوع فهم الفقهاء لحديث تكبيرات صلاة العيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية إيه خمسة. فالإمام أحمد رحمه الله يعني فهمه للحديث يكبر في الأولى سبعا، يقول يعني سبع تكبيرات، واحدة منها اللي هي تكبيرة الإحرام، واحدة منها اللي هي تكبيرة الإحرام، التكبيرات الزائدة اللي هي إيه ست تكبيرات زائدة، الركعة الأولى فيها ست تكبيرات زائدة والأولى اللي هي تكبيرة الإحرام. عند الإمام أحمد يعني تكبير في صلاة العيد سبع تكبيرات، واحدة منها اللي هي تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زائدة. الإمام الشافعي رحمه الله فهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الأولى سبعا، يعني سبعا زوائد غير تكبيرة الإحرام، فيكبر يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر وبعدين سبع تكبيرات زائدة مثلا. فمرات تكبيرة الإحرام يعني يحصل اختلاف بين الفقهاء اللي هي معدودة أو ليست معدودة. فقال يمكن هنا في موضوع الجنازة نقول نفس الشيء، لما جاء أن أنس كبر ثلاثا وأنس كبر أربعا، فقال يمكن أن الذين قالوا ثلاثا يقصدون ثلاثا زوائد غير تكبيرة الإحرام، واللي قالوا أربعة يقصدون أنها متضمنة تكبيرة الإحرام، فلا يكون بين الروايتين اختلاف. ويوضح هذا أن هناك رواية عن أنس رضي الله عنه فيها توضيح لهذا الأمر. صوت ممتاز الآن إن شاء الله. يوضح هذا يعني ما جاء في هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه، قال أوليس التكبير ثلاثا، أوليس التكبير ثلاثا، هو فيها أنه هو وهذا في أول الرواية أن أنس صلى بهم فكبر ثلاثا، فقالوا له، فقال أوليس التكبير ثلاثا، فقيل له يا أبا حمزة التكبير أربعا، قال يا أبا حمزة التكبير أربعا، قال أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة، قال أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. فهذا يوضح يعني أن صلاة عندما كان يقول التكبير ثلاثا يقصد غير تكبيرة الافتتاح. قال وقال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى، لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى، يعني عبد الرحمن ابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة يعني. هذا كلام الإمام عبد البر. قال وفي المبسوط للحنفية قيل إن أبا يوسف قال يكبر خمسة، كتاب المبسوط للإمام السرخسي صادر يعني الفقه الحنفي، يقول فيه قيل إن أبا يوسف قال يكبر خمسة. هذا ما أبو يوسف يعني مرات العالم يعني يحكي على حسب ما وصل إليه علمه، يعني فالإمام عبد البر رحمه الله يقول لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بالزيادة على أربع غير ابن أبي ليلى، فهناك استدراك عليه يعني أنه يوجد من فقهاء الأمصار من قال بالزيادة على أربع منهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. قال وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيضا قال بجواز الزيادة على أربع تكبيرات إلى سبع حد أقصى، لأن هذا أقصى ما ورد يعني في الأحاديث والآثار، كما مر بنا أقصى شيء أنهم كبروا سبعا سواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن الصحابة.
بعد ذلك يعني أورد حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي أنه كبر أربعة، قد كبر أربعة تكبيرات. نقرأ الحديث إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة تكبيرات. ثم قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم، عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. يعني في تسمية النجاشي رحمه الله أنه اسمه أصحمة، فالنجاشي هو لقبه، وكان لقبا لكل من إيه من ملك الحبشة، يعني ملوك الحبشة يقال نجاشي الحبشة فلان الفلان، فالنجاشي بمعنى ملك الحبشة، وأصحمة هو إيه اسمه رحمه الله. فهنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وصلاة الغائب، صلاة الجنازة، وكانت صلاة غائب، وأنه عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربعة تكبيرات. فهذا دليل يعني على إيه أن الصلاة على الجنازة أربعة تكبيرات. وبعدين الشارح يعني نقل عن ابن أبي داود أنه ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا. قال: لم أرى في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا إلا في هذا، في هذا الأيام. فهذه خلاصة يعني ما ورد في الموضوع، عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. الباب الذي بعده قال: باب قراءة الفاتحة، أو باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. باب قراءة فاتحة الكتاب، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن، قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن، اللي هو الحسن البصري رحمه الله: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول، يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا، اللهم اجعله لنا فرقا وسلفا، اللهم اجعله لنا فرقا وسلفا. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. هذا الباب اللي هو قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، أي مشروعية قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، أنه يشرع قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وكلمة المشروعية تحتمل يعني الاستحباب وتحتمل إيه الوجوب. شيء مشروع يعني قد يكون إما مستحبا وإما واجبا، ومرات يعني قليلة يستعملون مشروعية بمعنى الإباحة والجواز يعني في بعض الأحوال. فيقول مشروعية قراءة الفاتحة، يعني
بغض النظر عن التعرض يعني لحكم القراءة الواجب أو المستحب أو الجائز، وإنما يعني أنها مشروعة، يعني لا حرج على من قرأ آية الفاتحة في صلاة الجنازة. قال: وهي من المسائل المختلف فيها، وهي من المسائل المختلف فيها. ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة رضي الله عنه، هؤلاء كلهم هي الصحابة الكرام رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود والحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والمسور بن مخرمة أيضا رضي الله عنهما، هو وأبوه الصحابيان الكريم، كلهم رضي الله عنهم قالوا إيه مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، من هذين الأربعة الشافعية والحنابلة قالوا بمشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، والإمام إسحاق بن راهوي أيضا. هذا القول اللي هو إيه بمشروعية قراءة الفاتحة. القول الآخر قال: ونقل عن أبي هريرة وابن عمر، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه ليس فيها قراءة. أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قالوا صلاة الجنازة ليس فيها قراءة الفاتحة. وهو قول مالك والكوفيين، الكوفيين حنفية يعني فقهاء الحنفية أو يعني منهم الإمام أبو حنيفة، الكوفيون تشمل يعني أبو حنيفة وسفيان الثوري وعدد كبير من أئمة فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه. فإذا المذهبان المالكي والحنفي فيهما إيه؟ عدم الفاتحة يعني في صلاة الجنازة. بالنسبة لصفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة، صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة، أول شيء المذهب الحنفي، المذهب الحنفي عندهم أن صلاة الجنازة يعني أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى الثناء على الله عز وجل، التكبيرة الأولى بعدها يثني على الله، أي ثناء على الله، أي ذكر فيه الحمد لله وثناء على الله يجزئ، يعني لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، ممكن بعد التكبيرة يعني يثني على الله سبحانه وتعالى بأي ذكر فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. من هذا الباب يعني عند الحنفية أنه لو قرأ الفاتحة باعتبار أنها ثناء على الله سبحانه وتعالى، قرأ الفاتحة أو بعض آياتها أو كذا باعتبارها ثناء على الله فهو جائز، يعني ليس فيها حرج يعني عندهم باعتبارها ثناء، لكن لا يلزم عندهم قراءة الفاتحة، ويمكن أن يثني على الله بما شاء بعد التكبيرة. التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة. التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت، التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت. ثم التكبيرة الرابعة يسكت بعدها سكتة يسيرة ثم يسلم، وليس هناك دعاء بعد الرابعة عند الحنفية. ماشي، دي صفة صلاة الجنازة في المذهب الحنفي. عند المالكية الإمام مالك رحمه الله عنده صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد كل تكبيرة دعاء للميت، كل تكبيرة بعدها يدعو للميت، لكن يفتتح الدعاء بعد كل تكبيرة بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت. يعني صفة صلاة الجنازة عند الإمام مالك أربع تكبيرات، كل تكبيرة يقول الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويدعو للميت، التكبيرة الثانية الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويدعو للميت، التكبيرة الثالثة نفس الشيء، والرابعة نفس الشيء، وعنده دعاء بعد الرابعة الإمام مالك عنده إيه؟ دعاء بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت أيضا ثم إيه؟ ثم يسلم. يبقى أربع تكبيرات، كل تكبيرة منها بعدها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء للميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع ثم يسلم. الآن عندنا المذهبان الحنفي والمالكي كما رأينا ليس فيهما قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، إلا أنها يعني بالنسبة للحنفية يمكن قراءتها باعتبارها يعني ثناء على الله
ليس يعني باعتبارها قراءة واجبة أو لازمة. طيب عند الشافعية عندهم التكبيرة يعني الشافعية والحنابلة يعني يتفقان في أن التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية، والتكبيرة الثانية بعدها إيه؟ الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت، الدعاء للميت. وبعدين التكبيرة الرابعة هنا يحصل اختلاف بين الشافعية والحنابلة. الشافعية يقولون بعد التكبيرة الرابعة الدعاء أيضا للميت مرة أخرى، الحنابلة يقول بعد التكبيرة الرابعة سكتة بالمسيرة والسلام، يعني ليس بعدها دعاء. الشافعية والحنابلة يعني يتفقان في التكبيرات الثلاث الأولى، أن التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية، والثالثة بعدها الدعاء. بس الاختلاف في الرابعة، الشافعية قالوا الرابعة يدعو بعدها أيضا ثم يسلم، والحنابلة قالوا التكبيرة الرابعة يسقط بعدها ستة المسيرة ثم يسلم. هذه صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يعني قال في هذا الباب، باب قراءة الفاتحة على أو فاتحة الكتاب على الجنازة، هذا الباب فيه مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة، وهو كما ذكرنا يعني مذهب الإمامين، مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله، وقول عدد من الصحابة رضي الله عنهم كما مر بنا. قال وقال الحسن، هو الحسن البصري رحمه الله، الحسن قال إيه؟ يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، يعني حتى في صلاة الجنازة على الطفل أيضا فيها قراءة الفاتحة الكتاب. يقول يعني نص الرواية عن الحسن ساق السند عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي، فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، وفرطا يعني سابقا إلى الجنة، يعني سابقا لهم إلى، وبعدين قال وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى ولا يقرأ إلا في الأولى. قال إسناده صحيح. هذا أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، أبو سهل بن حنيف رضي الله عنه الصحابي الكريم، وابنه أبو أمامة يقول السنة في الصلاة على الجنازة، وذكر قراءة الفاتحة وبعدين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للنبي. أيضا الشارح هنا يقول ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة. حديث الباب اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة، فقال الحديث هنا ليس فيه أنه قرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. قال وقد وقع التصريح به في حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الشافعي بلفظ وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. وبعدين نبه على أن سنده ضعيف، على أن سنده طيب. ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة قال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة.
ذكر الشارح هنا رواية ابن خزيمة في صحيحه والنسائي بالإسناد يعني عن محمد بن بشار ساق السند، قال فأخذت بيده أخذ بيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسألته عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي، أنا روي عن ابن عباس أخذ بيد ابن عباس وسأله عن ذلك، قال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة. في رواية فسألته فقلت يقرأ، قال نعم إنه حق وسنة. في رواية أخرى قال إنه من السنة أو من ثمان السنة. بعدين ذكر في رواية عند النسائي أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على الجنازة قال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعني. الراوي هو طلحة ابن عبد الله بن عوف، التابع الذي يروي طلحة ابن عبد الله بن عوف، فيقول إن ابن عباس صلى على صلاة الجنازة وقرأ بالفاتحة وسورة وجهر حتى أسمعها. قال فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. في رواية قال إيه فجهر بالحمد يعني بالفاتحة ثم قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. هنا يعني قالوا المقصود أنه يعني ليس الجهر هو الأصل في الصلاة على الجنازة، الأصل فيها الإسراء، لذلك استغرب التابعون عندما جهر ابن عباس بالفاتحة، وفي بعض الروايات أنه قرأ الفاتحة وسورة كمان يعني ما اقتصر على الفاتحة في صلاة الجنازة وأنه جهر بذلك، فاستغربوا من هذا، استغرابهم دليل على أنه يعني ليس معروفا عندهم ولا هو من عادة الصحابة في صلواتهم على الجنازة، فاستغربوا ذلك وسألوا عبد الله بن عباس، فقال إنما جهرت يعني السبب في الجهر لتعلموا أنها سنة يعني لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة، فهنا يعني هو جهر لغرض التعليم، فمرات يعني ما يشرع الإصرار به في الصلاة إذا الإمام جهر به في بعض الأحيان لغرض تعليم من خلفه حتى يعلم ما الذي يقال مثلا في هذا الموضع أو كذا، فرفع صوته حتى يسمع ما يقال في هذا الموضع لغرض التعليم، فيكون جائزا لهذا الغرض فقط يعني، لكن لغير هذا فالأصل هو الإسراء، الأصل في صلاة الجنازة الإسراء، وإنما فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنه أنه جهر لغرض التعليم. والنبي عليه الصلاة والسلام مرات كان يجهر بآية في صلاة الظهر أو في صلاة العصر من السورة التي يقرأ بها، قالوا أيضا لغرض إيه؟ أن يعلمهم بما يقرأ عليه الصلاة والسلام يعني لغرض التعليم أيضا، لأن الأصل في صلاة الظهر والعصر هو الإسراء للقراءة فيها، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يجهر بآية من السورة التي يقرأها حتى يعلمهم ما الذي يقرأ به عليه الصلاة والسلام في صلاته لغرض التعليم. وهذا يشبه أيضا موضوع الصلاة على المنبر، أيضا مرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فقام فوق المنبر وصلى فوق المنبر حتى يروه ويتعلموا منه عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعني. فالغرض أنه مثلا لو كانت الصلاة سرية سواء صلاة ظهر أو عصر أو صلاة جنازة أو كذا، وكان الإنسان بين ناس يتعلمون مثلا لا يعلمون الذي يفعل في الصلاة أو كذا، فجهر لغرض تعليم من خلفه في مرة أو مرات قليلة أو كذا يكون جائزا، لكن لا يكون هذا هو العادة يعني أصلا. طيب بالنسبة لقول ابن عباس رضي الله عنهما لتعلموا أنه سنة، طبعا هنا الصحابي عندما يقول من السنة كذا أو لتعلموا أنها سنة فيقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال له المرفوع حكما يعني الذي له حكم المرفوع، يعني كأنه قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يعني يصرح باسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي عندما يقول من السنة كذا أو لتعلموا أنها سنة فهذا يساوي أنه رفعها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
بعض العلماء يقول طيب يحتمل انه يقصد سنه الخلفاء الراشدين او سنه ابي بكر او سنه عمر رضي الله عنه، فيقال يعني هذا الاحتمال يعني مستبعد، ولو حصل فان الصحابي ينبه يعني عاده لو قصد كان من سنه عمر او من سنه ابي بكر لو كان كذلك ينبه على هذا، لكن طالما قال من السنه ولم واطلق يعني ولم يقيدها بسنه فلان او فلان، فاذا يكون المقصود ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام. واورد هنا ايضا روايه عن ابن عباس رضي الله عنه انه صلى على جنازه بالابواء، والابواء اسم مكان يعني اسم بلد او موضع وقعت عنده غزوه من غزوات النبي عليه الصلاه والسلام وقال غزوه الابواء. ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازه بالابواء فكبر ثم قرا الفاتحه رافعا صوته، ثم قرا الفاتحه رافعا صوته، وقلنا رفع الصوت كان هو غرض التعليم. قال ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التكبيره الثانيه، ثم قال يعني بعد التكبيره، يعني هنا ثم يعني تفيد ايه؟ انه بعد التكبيره الثانيه، وبعدين ثم يعني بعد الثالثه قال اللهم عبدك وابن عبدك اصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه، إن كان زاكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجر ولا تضلنا بعده. طيب هو قال هنا إيه؟ قال ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف. يبقى هنا يعني كأن هذا كله كان بعد الأولى، يعني هي أربع تكبيرات، كأن هذه كلها كانت بعد الأولى الفاتحة والصلاة والدعاء، ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف فقال يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها، أي جهرا، إلا لتعلموا أنها سنة. إني لم أقرأ عليها، وأنا شرحها يعني قال أي جهرا يعني إلا لتعلموا أنها سنة. بعدين قال يعني واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى. إمام الطحاوي هذا من فقهاء الحنفية، والحنفية عندهم ليس هناك قراءة للفاتحة بعد التكبيرة الأولى في الجنازة، فالطحاوي استدل على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك التشهد. قال إنه لا قراءة للفاتحة بعد التكبيرة الأولى لأنه طالما لا قراءة بعد الثانية والثالثة والرابعة، إذا لا قراءة بعد الأولى، لأن التكبيرات كلها سواء، طالما لا يقرأ بعد الثانية لا يقرأ بعد الأولى. يعني كأنه إيه يقصد مثلا في صلاة الكسوف مثلا الإمام يقرأ في الفاتحة وسورة بعدين يركع، فإذا رفع من الركوع قرأ إيه الفاتحة والسورة مرة أخرى أو كذا. فيقول يعني كما أن يعني التكبيرة الثانية ليس بعدها فاتحة والثالثة بعدها فاتحة، يقول لك عادة أن الأولى مثلها مثل الثانية، يعني الثانية ليس بعدها فاتحة، هكذا يقول يعني. قال وبترك التشهد يعني أنه إيه طالما ليس فيها تشهد، يعني فيها الصلاة الإبراهيمية، صلاة الجنازة فيها الصلاة الإبراهيمية فقط، لكن ليس فيها التشهد اللي هو التحيات لله، ليس فيها التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخر، يعني التشهد فيها الجزء الثاني اللي هو الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد. فيقول طالما ليس فيها تشهد فليس فيها فاتحه، يعني كله يعني قياس يعني، والاصل في هذا انه لا يلزم يعني في العباده، انما تؤخذ يعني كما نقل يعني في الاحاديث، اذا ثبتت الفاتحه بعد الأولى وتثبت بعد الثانية، أو ثبتت الفاتحة ولم يثبت التشهد، فيقتصر على ما ورد يعني في الفاتحة. قال ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، ويقول يعني لعل من قرأ الفاتحة من
كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه من قرأ الفاتحة، يقول باعتبار أنها ثناء على الله، ليس باعتبار أنها الفاتحة، أو باعتبار أنها دعاء، أن الفاتحة فيها ثناء على الله في أولها، وبعدين فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. يقول يحتمل من قرأ الفاتحة أن قرأها بنية الثناء على الله وبنية الدعاء وليس بنية العبادة. هكذا يقول. وبعدين ابن حجر رحمه الله يقول ولا يخفى ما يجيب على كلامه من التعقل، يعني كما ذكرنا أنه لا تلازم يعني بين ما يفعل بعد التكبيرة الأولى وبعد الثانية. توقفنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.